استاذ ياسر من القاهره يتفضل. معاك يا فندم. اتفضل يا استاذ ياسر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ ياسر. الو الو اتفضل سامعك يا استاذ ياسر. اتفضل معاك يا فندم. سامعني يا فندم؟ سامعني. سامع حضرتك. اتفضل. والله يا فندم انا بس حضرتك انا اسف يعني انا معايا زوجه بقالي 26 سنه زوجتي انا ومشكلتها معايا ان انا ومشكلتها معايا ان انا يعني دايما يعني ان انا بكذب عليها. لو انا اتكلمت معاها حاسس ان انا كذاب ممكن تحس ما تغيرش خالص. صوتها جدا وكويسه جدا بقالي 26 سنه معاها. انا بصراحه مش عارف اعمل ايه. والله العظيم تعبت لدرجه انا بكلمك دلوقتي لاني يعني بحبها جدا وبحبها جدا وعشنا عيشه انا وهي جايبينها من تحت الارض زي ما بيقولوا. طب وايه بتضطرك تكذب عليها ليه يا حاج ياسر؟ نعم بتضطرك تكذب عليها ليه؟ انا ما بكذبش. انا عمري ما بكذب. هي انا حاولت مره قلت اجرب لما اكذب عليها. كذبت عليها مره حسيت ان هي صدقتني. يعني حسيت ان هي صدقتني. لا 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 ده النفس الاماره بالسوء بتوهمك بده. بص يا حاج ياسر اقول لك حاجه. احنا عندنا دلوقتي ظاهره شويتين ثلاثه اسمها انخفاض توافق الكبار. ان الكبار في السن دلوقتي بقوا في الجواز وعيهم انخفض توافقهم الزواجي. ايه سببه ده؟ ان سببه ان هم راهنوا على الحب وما عملوش صيانه لحبهم. زوجتك بتقول لك ان بتتهمك بالكذب طول الوقت. عارف ليه؟ لان الست عندها الكذب بيساوي الخيانه وهي عندها مشكله في الامان. عايزني احل لك المشكله دي؟ روح وحسس زوجتك بالامان. لو هي سمعاني دلوقتي هتقول لك انا مش حاسه بالامان. الست ما تكذبش الراجل الا وهي حاسه بخوف ورعب وعايزه الامان. طب والحل هو ايه؟ ان هو يقعد معاها ويسمعها هي خايفه من ايه، ولما يجي يتعامل على مخاوفها ويذلها مخاوفها. هي خايفه ان هي لو جرالها حاجه ترميها. ما انت بتقول لي 26 سنه جواز، هي خايفه من كده. يبقى الحل هو ايه؟ ان انت تحسسها بالامان. واحد بقى يجي يقول لي يعني هو الحل ان انا اروح اكتب لها حاجه؟ ما قلتلكش كده. شوف هي ايه اللي يخليها تحس بالامان ويكون على قد رزقك ويكون على قد اللي انت بتنفق بيه. لو ما عملتش ده ما اظنش ان ده هيكون حل. استوصي بيها خيرا وحاول تحسسها بالامان. هي هتحس بالثقه فيك. لازم تعمل ده عشان تقدر توصل لقلبها. واكتر حاجه توصل لها الامان الصدق. يبدو ان احنا محتاجين يا حاج ياسر ان احنا نراجع الصدق في التعامل معها شويه. انت قلت ان انا مره كذبت عليها فده خال عليها وهي اتبسطت. ما اظنش ان هو دوت اللي خال عليها. هي خال عليها لان هي عايزاك تحسسها بالامان. روح وكون صادق معاه وربنا سبحانه وتعالى يكرمك. يا ساده احنا النهارده اتكلمنا عن الامان، عن مفتاح الامان الاكبر الصدق في الحياه.